مساء الخير، أهلا وسهلا بيكو في ويبينار جديد من فرونيوس. برحب بيكو كلكم في البداية، وأرجو بس محتاجين نتشك إن الصوت وصل لكم بشكل كويس، فأرجو من الناس اللي سمعنا دلوقتي إن هي يعني ترفع إيديها أو تدوس على زرار ريز هاند لو الصوت كان واضح بالنسبة لكم. تمام، شكرا ليكو. النهارده ان شاء الله عندنا ويبينار جديد من فرونيوس، بنتكلم عن تاثير الظل على انظمه الطاقه الشمسيه. طبعا هو موضوع بيهم جدا اي حد بيشتغل في التصميم انظمه الطاقه الشمسيه، انه يحاول دايما انه يتغلب على تاثير الظل على السولار سيستم، السولار بي في سيستم اللي عنده، وتحديدا لو هو مضطر انه يصمم السيستم بتاعه يعني روف توب سيستم، او في اماكن بيكون ما فيهاش مساحات كبيره كفايه ان هو يتفادى تاثير الظل عليه. هيكون النهارده التيم هيكون معاكم مبدئيا انا نادر حسن، سولار كونسلتنت فرونيوس ميدل ايست، وهيكون معانا سبيكر النهارده باشمهندس مصطفى اسامه، التكنيكال سيلز ادفايزر لفرونيوس ميدل ايست. باشمهندس مصطفى عنده خبره كبيره في تصميم انظمه الطاقه الشمسيه، وهيكلمنا النهارده عن اوبشن موجود في فرونيوس انفرترز، ما يسمى بالدايناميك بيك مانجر، وان ازاي من خلال استخدام الاوبشن ده او الخاصيه دي ازاي اقدر اتفادى تاثير الظل على انظمه الطاقه الشمسيه. احنا هنحاول ان يبقى الويبينار مدته في حدود ال 30 دقيقه، من 30 ل 40 دقيقه. لو في اي حد عنده اي سؤال يقدر يتفضل يكتبه لنا في المكان المخصص لارسال الاسئله، واحنا هنحاول نرد على كل اسئلتكم بنهايه الويبينار ان شاء الله. دلوقتي هدي الميكروفون لزميلي باشمهندس مصطفى، اتفضل. شكرا جزيلا باشمهندس نادر على التقديم الممتازة دي، وطبعا شكرا جميعا لحضوركم، وانا سعيد ان حضراتكم اشتركتوا معنا في الويبينار الثاني. وبصفة شخصية يعني انا سعيد ان احنا بدأنا نعمل سلسلة الويبينارات دي باللغة العربية. احنا كفرونيوس طبعا زي ما حضراتكم قد تكونوا عارفين ان احنا عندنا مجموعه ويبينارات كبيره قوي اوريدي معموله وبنستمر في تنفيذها، والهدف الرئيسي من كده ان احنا عايزين نبقى موجودين بصفه مستمره وفي تواصل بصفه مستمره بيننا وبين الكونتاكتس او الاند كاستمرز او كل اللي بيتعاملوا معانا. بنحاول نكون بصفه دايمه على قد ما نقدر معاهم. مرة تانية أنا مصطفى أسامة اللي على اليمين في الصورة، وإن شاء الله نبدأ الويبينار وبإذن الله يكون مفيد لكم ولينا جميعا. طيب، في الويبينار إن شاء الله هنغطي بعض النقط السريعة كده. هو أول شيء هنتكلم عن الظل والشيدنج، وإيه إزاي ممكن يحصل وإيه الأثار بتاعته. تاني حاجة يعني ايه باي باس ديود وايه فايدته وبنقدر نستفيد بيه امتى وتاثيره قد ايه هو مفيد. تاني حاجه ايه الانتجريتد سوليوشن او ايه الحلول اللي بتقدمها فرونيوس في الانفرترز بتاعتها عشان تتغلب على المشكله دي، وقد ايه الحلول اللي بتقدمها دي بتكون مؤثره ومفيده في السولار سيستم وازاي هي بتاثر على السولار سيستم. وبعدين في الاخر هنعمل سمري سريعا على الايتيمز اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب، الظل او الشادو او الشيدنج ده بند اساسي وبيكون مهم جدا في خصوصا في التصميم، وفي نفس الوقت في الاوبريشن، او كمان برضو بيهم الامور اللي خاصه بالفيزيبيليتي ستادي واليلد. فهي نقطة مهمة جدا. الشيدنج ده بيحصل ممكن لو في
اثناء التصميم من الاول في اوبجكتس او حاجات زي شجر، مدخنه، كيبلز موجوده، فبتبدا تعمل ظل. او بعد ما السيستم اوريدي اتركب وشغال، حصل تعديل في المبنى او حصل تعديل في مبنى اخر جنبه عالي مثلا، هو بالتالي حصل ظل بيبدا ياثر على البانلز. فهي المشكله دي قد تكون اثناء الديزاين حضراتكم واخدين بالكم منها او اثناء الانيشيشن بتاع المشروع، وفي نفس الوقت ممكن تحصل في مرحله متاخره من المشروع او بعد ما المشروع تنفذ اوريدي واثناء الاوبريشن بعده سنه او سنين مثلا. بناء على نسبه الشيدنج اللي موجود في اللي بيقع على الالواح، فبنقدر نقسم الشيدنج لثلاث كاتيجوريز، لو هو لو او مودريت او سترونج شيدنج، دول الكلاسيفيكيشن اللي اتقسم عليها. طيب زي ما احنا قلنا ان الشيدنج بيأثر بنسبه كبيره، او اكتر حاجه بتأثر فيها هو الييلد، والييلد هو الاجمالي الانتاج الطاقه اللي انتجت خلال السنه، او الخلاصه من الكيلو وات اورز اللي انتجت خلال السنه. لو السيستم اللي موجود عندنا بيتاثر بالشيدنج، هيحصل فيه باور لوس اثناء اليوم، وبالتالي الانرجي اللي انتجت خلال اليوم هتتاثر، وبالتالي خلال السنه هتتاثر. طبعا ده الكيلو وات اور ده بيمثل savings او بيمثل فلوس، وبالتالي هتأثر على return over investment او العائد من الاستثمار اللي حضراتكم عاملين حسابكم عليه او الاند كاستمر عامل حسابه عليه. طيب وبالتالي احنا نقدر نحل المشكلة دي، قد نقدر نحل المشكلة دي اثناء التصميم، لو احنا قدرنا نعمل تصميم جيد للسولار بانلز ونتجنب وجود ظل بيقع على البانلز من الاول في التصميم، ده هيقدر يحل المشكله، خصوصا لو الظل من المستوى القليل او اللو. طيب ايه اللي بيحصل، او ايه ازاي الموضوع ده بيتسبب، وقد ايه تاثيره فعليا بيحدث على البانلز؟ لو تخيلنا منظومه متركبه من مجموعه بانلز متوصلين ما بين السيريز والبارلل، او اي سيستم عادي، مجموعه اريز، هنا اربع اريز متوصلين، كل اري فيه مثلا اربع بانلز، وفي الاخر الاوتبوت بتاعهم كله متوصل على الانفرتر. فالبانلز دي لو واحد من البانلز اتعرض لظل، هيحصل ان في كل السترينج اتاثر بالبانل دي. فتخيلوا مثلا لو احنا عندنا سترينج 20 بانل في اري واحد، وواحده بس من الموديولز جه عليها ظل، فكل ال20 اللي في الاري ده اتاثروا بنفس التاثير اللي حصل، وبالتالي حصل خساره كبيره جدا. طيب ده السيريس كونكشن هي دي اللي بتسبب النقطه دي. ليه؟ علشان لما بيحصل ظل بيقع على الموديول او البانل ده، بيحصل ان في تاثير على الكرنت، من التاثير على الكرنت حصل على الموديول ده بعينه، وبالتالي حدث حاجه اسمها البوتل نيك، او حصل في مشكله بوتل نيك في الموديول ده، فالكرنت اللي ماشي في السترينج كله تاثر. ففي الاجمالي انا خسرت الكرنت على بقيه السترينجز. زي ما حضراتكم عارفين ان اكتر عنصر بيتاثر بالضوء هو الكرنت، او الاوتبوت كرنت بتاع الموديول. فعلى سبيل المثال هنا في كيرف ده بيوضح ان احنا لو عندنا موديول معين، والموديول ده متعرض لظروف تشغيل من 25 درجه مئويه و1000 وات بير متر سكوير، الاوتبوت بتاعه او الكرنت اوتبوت بتاعه هيكون في حدود 9 امبيرز، والفولتج قد يكون في حدود ال 37 امبير، ال 37 فولت عذرا. فلو حصل ان الراديشن قل نتيجه ظل او نتيجه اتساخات او سنو او ثليج على الموديول، وبالتالي هنلاقي ان في تغيير حصل، وتغيير كبير حصل على الكرنت. فلو نزل ل 800 مثلا هيبقى 7.5،
ولو نزل ل 600 هيبقى 6 وهكذا زي ما حضراتكم شايفين على الجراف. وبالتالي نستنتج ان الاوتبوت كرنت هو اللي بيتاثر تاثير كبير والفولت ما بيتاثرش بنفس التاثير اللي بيتاثر بيه الكرنت. ففي النهايه لما بيحصل ظل على موديول واحد الموديول ده الاوتبوت كرنت بتاعه هيقل وبالتالي هياثر على بقيه السترينج الموديولز اللي متوصله معاه ان سيريز فهيحصل اوتبوت كرنت كله هيحصل له ليميتيشن بنفس الليميتيشن اللي حصل بيه الموديول ده وبالتالي انا خسرت خساره كبيره في الباور. طيب اول يبقى في الـ في الـ في الـ في السمري مبدئيا اول بيزك رول احنا لازم او نحاول ناخد بالنا منها ان احنا نبتعد عن الظلال الشديده في التصميم علشان واحد لو في موديول واحد بس حصل عليه ظل الموديول ده هيأثر على بقيه الموديولز اللي موجوده في الاري. وفي بعض الاحيان ان احنا لو شلنا الموديول ده او تخلصنا منه افضل من ان احنا نسيبه او يتعرض للظل. طيب النقطه الثانيه اللي هنتكلم عليها هي البايباس دايود. قد يكون الترمينولوجي ده او الايتم ده حضراتكم سمعتم عنه والايتم ده بيبقى موجود في البي في موديولز متوصل فيها اثناء التصنيع وده التكنولوجي دي او الفيتشر دي موجوده علشان تحاول تحافظ او تعدي المشكله بتاعه الظل. زي ما حضراتكم شايفين على اليمين لو في موديول ما متوصل فهو هيكون عبارة عن مجموعة سيلز متوصلة منها ان سيريز ومنها ان بارلل وبالتالي لو حصل ان في سيل واحدة من كل سيلز اللي متوصلة دي حصل عليها ظل فهيحصل بوتل نيكينج. عشان نتجنب البوتل نيكينج فاتركب بايباس دايود على كل مجموعة موديولز كل مجموعة سيلز وبالتالي احنا قسمنا الموديول لثلاثة سيكشنز فلو حصل ظل على سيكشن منهم هيفضل الاثنين شغالين بدون ما يتأثروا بالبوتل نيكينج وهيطلعوا لي اوتبوت افضل من لو كان الثلاثة مع بعض متوصلين ان سيريز. فبصفة عامة البايباس دايود هدفه الرئيسي ان هو لو في حصل ظل موجود على مجموعة من السيلز بيعمل لها بايباسنج وبيعديها وكأنها مش موجودة لحد ما الظل ده بيختفي او بيزال وبيقدر البي في موديول تطلع اوتبوت مظبوط كما متوقع منها. طيب يبقى لو ما فيش ظل الديود ده مش شغال لو حصل الظل الديود بيرجع يشتغل. الاستراكشر الطبيعي بتاع البي في موديولز او التكنولوجي اللي كان شغال بيها الموديولز هي 60 سيل او 72 سيل ومتوصل فيهم 3 باي باس دايودز وبالتالي انا عندي السيل دي متقسمه لثلاث اجزاء. التكنولوجي اللي جت بعد كده هي الاستراكشر بتاعه الهاف كات سيل وهي ميزتها ان انا حولت الموديول او بنفس ابعاد الموديول ل 120 سيل بدل من 60 او 72 وبالتالي قدرت احصل على عدد من البايباس دايودز الضعف وبالتالي قدرت ده 6 اجزاء وبالتالي لو حصل ظل على جزء واحد من البانلز فانا خسرت سدسه مثلا مقارنه بان انا اخسر كل او تلت مثلا الاوتبوت بتاع البانل. فالتكنولوجي دي مفيده جدا وعملت تطور كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين لو سله عاديه وحصل عليها ظل فانا كده خسرت تقريبا الباور كلها بتاعه الموديول لكن مع وجود الهاف كات سيل فانا لو جه ظل على الموديول فانا قدرت اطلع نص او اكتر من النص من الباور مقارنه بخساره الباور كلها. وبالتالي البيزك رول الثانيه ان البايباس دايودز موجوده علشان تحمي من الظل
وتقلل اللوسس اللي قد تؤثر على اليلد او الانتاج الكلي. طبعا البايبوس دايودز دي موجوده في الموديولز از افيتشر ستاندرد في يعني موجود كل البانلز ومتوصله بداخلها. طيب بكده احنا هنتكلم على سبيل المثال في سيستم متوصل او متركب بالكونفيجريشن اللي حضراتكم شايفينها دي، وبيحصل شيدنج لي على البانلز من فتره 8:45 صباحا حتى 10 صباحا، وده بيتكرر كل يوم. فالاوتبوت في خلال اليوم بيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. خلال اليوم من الصبح الساعه 5 الاوتبوت بيبقى قليل حتى الساعه 10، وبيبدا الساعه 10 يزيد بزياده الطبيعيه المفروض او الاوتبوت المتوقع عليه، وبعدين بيحصل شيدنج اثناء اليوم بسيط، وبعدين بيبدا يقل. لو احنا خدنا الموديول ده او السيستم ده وتوصل على انفرتر من انفرترات فرونيوس، هيبقى الاوتبوت مختلف تماما، وده نتيجه ان الانفرتر بتاع فرونيوس فيه خاصيه اسمها دايناميك بيك مانجر. بس قبل ما نتكلم على الخاصيه دي، انا حابب اخش في تفاصيل على الكيرف اللي حضراتكم شايفينه. الكيرف ده بيمثل اوتبوت لنفس السيستم او محاكاه للسيستم. الكيرف اللي على الشمال ده هو ده الباور، والاكس اكسس بتاع الكيرف هو الفولتج. فلو انا البي في اري او مجموعه الموديولز اللي متوصله على الانفرتر شغالين في ظروف مثاليه او شغالين من الساعه 12 الظهر على نفس المثال اللي كنا بنتكلم عليه، فهنلاقي الاوتبوت على زي ما حضراتكم شايفينه اللي هو لونه ازرق. لكن اثناء الصبح من الساعه 9 او الساعه 8 الصبح الجزء اللي فيه ظل، فالكيرف مش هيكون بالصوره المثاليه، هيكون باللون الاحمر او اللون الاسود. ده علشان الظل اثر على موديول او اتنين موديول من اللي موجودين، وبالتالي اثر تاثير كبير زي ما حضراتكم شايفين في الاوتبوت ما بين الازرق والاحمر او الاسود. طيب لو انفرتر بدا يشتغل في ظروف زي دي، فهو في بدايه اليوم او اثناء التشغيل لقى نقطه واشتغل عليها، والنقطه دي اسمها الماكسيمم باور بوينت او الام بي بي. وبيبدا الانفرتر بيكون طبيعي في ماكسيمم باور بوينت تراكر، ودي فيتشر برضو موجوده حاليا في معظم الانفرترز، او ممكن نقول دلوقتي بقى في كل الانفرترز الماكسيمم باور بوينت تراكر. ووظيفه الماكسيمم باور بوينت تراكر ان هو دايما يتاكد ان نقطه التشغيل اللي مشغل بيها الانفرتر او مشغل بيها الموديولز هي افضل نقطه يطلع منها باور، او يقدر يستنتج منها او يهارفست انرجي عن طريق النقطه دي. فبيبحث عن النقطه دي ازاي، ان هو بيبقى شغال عند نقطه ما عند فولت معين، وبيبدا يتشيك بعد الفولت ده ب 2 3 5 فولت قدام بلس 5 فولت مثلا، ويتشيك الباور اللي بيقدر يطلعه قد ايه، وفي نفس الوقت يقوم عامل ماينس 5 فولت او 3 فولت او 2 فولت وات ايفر، ويتشيك الباور قد ايه، ويتاكد ان النقطه اللي هو حاليا عليها هي افضل نقطه من اللي قدامه ومن اللي وراه. هو بيفضل دايما عامل التست ده بصفه مستمره علشان يتاكد ان النقطه دي هي افضل نقطه تشغيل. فالسيستم ده كويس جدا ومثالي جدا لو ظروف التشغيل مثاليه برضو، يعني على الكيرف الازرق ده. لكن في الواقع مش ده اللي بيحصل. بيحصل ان في ظل، بيحصل ان في سل مع الوقت، بيحصل ممكن موديول ما جوه سل حصل فيها دامج، بيحصل بوتل نيكينج، بيبقى فيه مشكله في الكيبلز مع عمر السيستم. زي ما حضراتكم عارفين واحنا بنتكلم على سيستم عمره من 10 20 سنه، فقد يحدث تغيرات مش لازم في البدايه. فالمتوقع التشغيل هيكون بالشكل الاحمر، الكيرف اللي شكله احمر او الكيرف اللي شكله اسود. فالنقطه اللي هو شغال عليها الانفرتر اللي هي اسمها جي ام بي بي على الكيرف الازرق، هتتحول من الكيرف الازرق للنقطه ال
MPPT على الكيرف الأحمر. وبالتالي الانفرتر في النقطة دي هيقدر يطلع باور في حدود 600 واط على الكيرف من الكيرف اللي احنا شايفينه. وهيبدأ يدور قدامه بمجموعة فولتيات، هيلاقي ان الباور اقل. لو رجع ورا مجموعة فولتيات هيلاقي برضو ان الباور اقل. فالانفرتر هيبقى متوقع ان دي افضل نقطة بالنسبة له يشتغل عليها. لكن الفيتشر اللي موجود عند فرونيوس وهي الدايناميك بيك مانجر بتسمح للانفرتر ان هو يعمل سكان للكيرف كله اثناء الاوبريشن. طيب الميزة هنا ايه؟ لو قدر يعمل سكان للكيرف كله هيكتشف ان النقطة المنطقة اللي بيعمل فيها بحث عن الـ MPPT مش دي افضل منطقة، هيكتشف ان في منطقة تانية اسمها GMPP على الكيرف الاحمر، هي دي افضل نقطة يطلع منها باور. وبالتالي هيقدر الانفرتر يطلع من نفس السيت اب ومن نفس البانلز في نفس الوقت، بدل ما كان بيطلع 600 واط كان هيقدر يطلع في حدود 750 مثلا واط او 800 واط زي ما حضراتكم شايفين على الكيرف. فده فرق كبير. لو بصينا على الفرق ده اثناء التشغيل او على الكيرف، الجزء الاخضر ده هو الجزء اللي انتجه الانفرتر علشان فيه فيتشر بتاعه الدايناميك بيك مانجر. القيمه دي بتمثل على المثال ده بتمثل 7%. وقد ايه 7%؟ رقم مش قليل على سيستم سولار انرجي مجال يلد. طيب في الثيرد بيزك رول اللي احنا قدرنا نوصل لها النهارده، ان الدايناميك بيك مانجر في فرونيوس بيقدر يعمل فرق كبير في الاوتبوت، وبيقدر يتغلب على الشيدنج اللي موجود في السيستم اللي متوصل. نقطه برضو احب اوضحها، ان الدايناميك بيك مانجر دي ستاندرد في كل الانفرترز اللي موجود عندنا وليس فيتشر اضافيه. ووجود الفيتشر دي حضراتكم ما بتحتاجوش تركبوا اوبتمايزرز على السيستم. بس ده كان الثلاث نقط اللي حبيت اوضحها النهارده. وسريعا كده احنا نقدر الشيدنج قد ايه كان مهم وقد ايه كان نقطة اساسية احنا محتاجين ندركها في يعني اخترنا اثناء التصميم او اثناء الاوبريشن. تاني نقطة احنا اتكلمنا فيها قد ايه ان احنا نقدر نتغلب على الشيدنج ده، ان كان شيدنج من اللو او الميديوم او الهاي شيدنج. ببساطة شديدة ممكن نحل المشكلة أثناء البلانينج من الأول، وأثناء إن إحنا ممكن ندرسه حتى لو اضطرنا الأمر إن إحنا نشيل بعض البانلز في الديزاين علشان نتغاضى الشيدينج. تاني حاجة اتكلمنا عليها الديناميك بيك مانجر وقد إيه الفيتشر دي اللي فرونيوس بتقدمها في الانفيرترز بتاعتها قد إيه هي مهمة وقد إيه بتفرق كتير في الأوتبوت او اليلد، وهتقدر توفر لك فلوس قد ايه، وهتقدر تعلي لك اليلد قد ايه. واخيرا كنا اتكلمنا على الحلول اللي بيقدمها الموديولز من تطورات من الستاندرد موديول، يليها الموديول الهاف كات سيل موديول، والتطور الدائم عشان نتغاضى عن المشاكل دي ونتغاضى عن الحلول بتاعه الشيدنج. بس انا انتهيت من الشرح الخاص بالشيدنج. اعتقد ان هو كان ويبينار مش طويل، واتمنى ان هو يكون كان مفيد لكم. في الصفحه دي حضراتكم هتشوفوا لينكات الخاصه بتاعه فرونيوس. احنا عندنا الويب بيج بتاعتنا شغاله وفيها بيانات داتا كتيره جدا. لو حضراتكم تقدروا تزوروها على فرونيوس داونلودز هتلاقوا العديد من الداتا من داتا شيتس وويبينارز وبرزنتيشنز. هتلاقوا فيها داتا كتير، وفي نفس الوقت ممكن تستخدموا السيرش انجن
ويا ريت تشتركوا معنا في الويبينارات اللي جايه عن طريق اللينك اللي موجود برضو على الصفحه بتاعتنا، ودايما بنسعد بحضوركم، ودايما بنسعد ان احنا نقدر نقدم لكم معلومه ونتشارك معاكم فيها. انا ممكن نسيب المايك او نسيب السيشن مفتوحه لمده 10 دقائق، لو في عندكم اي اسئله تحبوا تسالوها او نتشارك فيها مع بعض او نقاش انا هكون موجود، وبس هكون سايب المايك ميوتد. وبعد السيشن لو في عندكم اي اسئله طرقت يا ريت تبعتوها لنا على الايميل ادريس، لو كانت اسئله خاصه بالتكنيكال او تكنيكال oriented questions ابعتوها لنا على pv-support@fronius.com، ولو اي اسئله خاصه بالسيلز والماركتنج ابعتوها لنا على الايميل الخاص بنادر حسن. اوكي، شكرا لحضوركم، وفي انتظار اسئلتكم وفي انتظار حضوركم ان شاء الله الويبينار الجاي. كنت معاكم مصطفى وسامه، والسلام عليكم ورحمه الله.